نجوم الشباب أخذوا فكرة كافية ووافية وشافوا شو عملوا الصبايا على المسرح كفريق، ما رح يقبلوا بأي شكل يقدموا أداء أقل من مستوى أداء الصبايا أو يحصلوا على علامات أقل منهم. والأهم، مين كان بيتخيل أنه بديع ومارك مع بعض مش ضد بعض؟ Nico Imanov. I'm Pavlina Valcheva. Today we are doing the team dance for the male celebrities. They are doing the Jive. Okay guys, what is your team name? Ashanos. 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 One, and two, and three, and four. Yala Nicola, mi sharafak. الحقوا البيت تبعي، أنا ما بضيع مني. جايف بدها كثير انرجي وبدها كثير قوة، أنا عم جرب قد ما فيي أعطي من قلبي. كثير حابب آخذ 40 عن جد هالجمعة، وما بدي يكون سبب إنه توطل علينا. هيدو كنت مركز بشي ثاني. Yeah, this was not good. Work as a team. بديع؟ شو ماشي حالك؟ عمري منك مرتاح؟ لا عمري، ما انا عادة براقب. عم برقص مع بديع مش ضد بديع، معه. راسي ما عم بفهم شو عم بصير. 4 5 6 7 8 جود. زيحي هيك بطلع كاجو على تمه لمارك. انا ومارك بالتيم دانس. تيم دانس غير حكي. لا بالتيم دانس نحن ماشيين هيك. ايه بنفس الخندق نحن هلا. بديع وي غانا بي ا تيم ناو. هلا سلا تيم. هلا سلا يلا تيم 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 تيم. عشان نوس عشان نوس. فريق الشباب بديع ابو شقره، مارك حاتم، ونيكولا مزهر. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Everybody, تفضلوا تفضلوا. نيكولا شو بك مضيع حبيبي هونيك، أماندا هونيك.
شكرا كمان لانيكولاي وبافلينا على هالكوريغرافي الحلوة اللي صمموها بهالرقصة وعم بيرفقوا النجوم بكل المراحل من بداية البرنامج لليوم. أما هلأ فننتقل تنشوف الأراء المش مشجعة واللي ما بتسوى واللي رح تكون تدمرهم وتكسر لهم معنوياتهم وتخرب لهم السهرة الليلة مع دارن. Oh, with me. Okay. You know what? If the girls were fierce, you guys were fun. Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well, we'll see. Some great story. Some really great storytelling in the routine. I really enjoyed how you made Nicholas stand out. Just followed his beat, you know? Yes, you followed it. That was really good, because he didn't follow. Anyway, some great storytelling. I love that. Not quite as in sync as the girls, but I really enjoyed the little solos that you all did. Some great characterization and really, really entertaining, fun dancing. Well done. Thank you, Darren. إذن دارين بيقول رأسها كانت فاشلة، كانت تانجينوس بيناتكم ما كان راكب، نيكولا كان أفضل واحد بيناتكم، أنتم جرب يشدكم لمطارح تتقدروا تزبطوا الشغل وأنتم ما كنتوا عم تركبوا الرقصة مزبوطة. بديع عمار كان بفضل يشوفكم بتمارين لحالكم لأنه وقت برشتوا بالمجموعة بين نيكولا هو الليدر. ميرسي ميرسي. Thank you, Darren. It must have been Mark and Badir out of time because, you know, obviously Nicholas was fine. أنا جربت تفوتوا معي بالشو صدوني اللي قلت لكم إياه 100% ها؟ أوكي إذن دارن الحقيقة اللي بيقولها المرة إنه الصبايا كانوا قوية وشرسين وأنتوا كنتوا مهضومين وفن مثل ما بتقول الغنية 1 2 3 4 5 6 7 minus 2 plus 3 I don't know أدي رح تكون النتيجة. حب القصة اللي موجودة بالرقصة، حب كيف كنتوا عم بتساعدوا نيكولا بمطرح من المطارح إنه عم بي ما كنتوا ماشيين على القد مع بعض مثل البنات، ولكن الرقصة السولو كانت حلوة وthank you دار. مازن. بالفعل شباب في الاتحاد قوة. شيء كتير حلو بس نشوفكم على القد والفرح وكيف هيد اللي عم تلعبوها إنه لازم نكون كلنا سوا ضد البنات وهيك. It was really nice. كتير حلوة هالإحساس وهالتنافس بيناتكم واللي عم نحسه عم ينعكس بهالفرح وهالنشاط الجماعي هيدا اللي عم تعملوه سوا. هلا أكيد ميرسي حطيتولنا نيكولا على الطاولة مشان نجرب ما نشوف الأغلاط اللي عم تعملوها. نجحت العملية لأنه كان بالفعل شيء بيستقطب الانتباه. تسر منكم أنا. بس بهنيكم. شكرا مازن. ميرا. أنا كنت مدوخة برقصة نيكولا هون على الطاولة والبرمة والحملة. أنا بس كنت عم صل نحن مثل إيه شفتوا؟ لا إيه أي 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 يا الله. لا بس ضمتنا الحقيقة الرقصة. أنتوا استعملتوا سلاحكم هون الإنرجي، استعملتوا الإنرجي حتى نيكولا بفتكر عديوك كان لازم من الأساس تعمل تيم دانس معهم لأنه كنت ماشي إيه كان في كونتاجيون بوزيتيف. هو دايما ماشي. انت اليوم حاطط احطاطك علي محضر لك شيء. جريت تيم دانس. شكرا ميرا. والختام مع ربيع. شباب يا شباب يا شباب الحماس رائع. مش معقول عن جد عم تعطونا صور هيك انه يمكن ضلنا على جمعتين نفكر فيهم. ما بقدر انسى مارك ولا نطاط بديع ولا نيكولا يلي بعلمي بغلبي صار عم بيرقص بنتين فرد ضرب. هلا اذا بنحكي فردا انا تنعمل كومباريزون كنتوا شويه افضل من البنات. الشغله اللي كانت اضعف فيها هي التنسيق بين بعضكم، يعني كاتو ايت وثانيا اللاينز لانه هالتريانجل كان لازم يرسم ما نرسم مزبوط. ساعه نشوف ناس هون ساعه هلا الرقصه اسرع. نحن قاصدين هيدي عدم التنسيق. اذا مقصود خلص سكينا. بس عن جد تيم دانس بتعقد كثير حلوه. شكرا ربيع. ما هلا صار فيكم تنسحبوا لعند كارلا على صالون النتائج لنشوف شو راح تكون العلامات يلي راح تاخذوها كفريق
ذكر كلا قدي حصلوا الصبايا قدي جمعوا الصبايا جمعوا 35.5 بس الشباب شباب كنتوا بتعقدوا رح اطلب من الشباب يوقفوا حدي لو سمحتوا بعتذر منكم ريم وفاليري وليدي مادونا بس الشباب عملوا شغل كثير حلو مارك ما تعصب ما تعصب مارك اكيد انتوا رقصتوا افضل تمشوا ايه تمختروا تمختروا لإلكم هلا بنشوف مين رح ينبسط اوكي فاليري ميرسي فاليري خلص نتشكر بنحبكم كثير بس الشباب رح ياخذوا اكثر من 35.5 مين قال انا بحس هيك خلينا نشوف العلامات انا هيك حاسس كمان سوري مادونا اليكم علامات لجنه التحكيم مازن كيوان 9 منيحه 9.5 ربيع نخاس 9 عشان نوس عشان نوس 9 مجموع علاماتكم They're both great.